السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنوجدو مع بعضياتنا واحد البريوات اللي هما مالحين، كيجيو رائعين الولدات. بلا ما نطول عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. ندوزو المقادير ديال هاد البريوات اللي تيجي ولداد ورائعين وبشكل مختلف. هنا عندي كيلو لارب ديال الكفته ديال العدن بلا شحمه، عندي هنا جوج بصلاصم اللي شلطتهم وشحرتهم مع شويه الملحه. هنا عندي الشعريه ديال الارز اللي دزتها في الماء وصفيتها وقطعتها طريفات رقاق. عندي زيت البلديه، عندي 200 غرام ديال الفرماج احمر، عندي علبه ديال الفطر. بالنسبه للتوابل عندي ملح لابزار، جوج صوص ديال الثومه، وملعقه صغيره ديال مركز الطماطم، جوج معالق كبار ديال المعدنوس، ولا صوجة مخففة. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج للبريوات ديالنا. وفي هاد الأثناء هادي أنا درت ديك الكفتة تشحر بديك زويته بلدية مع المعدنوس ومليحة ولبن. ومن بعد ما تشحرات لي الكفتة مزيان، زدت عليها ديك البصيلة ودرتها في طبسيل باش تبرد. وهنا في ديك المقيلة نيت درت ديك الشعرية، زدت عليها جوج معالق كبار ديال لاصوص صوجة، وزدت عليها الهريسه حسب الذوق، اللي كيبغي الحار يزيد الهريسه. وهنا من بعد ما بردات ليا غنخليها هنايا حتى تبرد، ومن بعد غاد نزيد ليها الفرماج باش ما يذوبش. من بعد ما بردت ليا الحشوه ديالي، خلط جميع العناصر هنايا وزدت عليها داك الفرماج. الفرماج كنخليه حتى الاخر باش تتبرد الحشوه. انا قطعت الورقه على جوج، انا عندي البريوات كبار. هنا عندي الكولا اللي كنلصق بها داك الطحين والماء، كي اللي كيدير البيض انا ما كنديروش، كتجيب الطحين والماء بحال تزويرات الحريره كتجي احسن. ودابا نبداو نطويو في البريوات ديالنا على هذا الشكل، هذا كيجي ولداد ورائعين. كنرد عليها النص الاخر وتنبدا نطوي على هذا الشكل هذا. سهل في التحضير ودغيا تيوجدو. هذه هي الطريقه ديال الطي ديال البريوه. يمكن لكم لو بغيتي ديرهم صغار تصغروا، لكن المالح ديما كيجيو في بريوات كبار. وتندهن داك الطريف اللي بقى بالخليط ديال الطحين والدقيق والماء، وتنسدها ونفيكسيها مزيان وكتجي على هذا الشكل. هذا طريقه سهله ومبسطه، ما كاين حتى شي تعقيدات. الجهه الرطبه هي اللي تتكون لتحت، والجهه الحرشه هي اللي تنديروها من فوق، هي اللي كتكون فيها العماره. وانا نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نسالي البريوات ديالي كاملين.
ودابا ملي كملت كاع دوك البريوات اللي عندي بالطي، غستفتهم فوق هاد البلاطو هذا، وغادي ندخلهم يتجمدوا، ومن بعد عاد كنجبدهم ونديرهم في البلاستيكه. دابا غاد ليه من جبت البريواز، دابا راه جامدين، تنهزهم وتنديرهم في البواطه ولا البلاستيكه ولا فاش ما بغيت، وملي تنبغي نستعملهم راه غير تنجبدهم ونقليهم ولا نخشيهم في الفران، تنخشيهم مباشره، ما كنخليهمش يذوبوا ولا شي حاجه، لا نديرهم مباشره باش كيجيو مقرمشين وكيجيو رائعين.